بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معدنا مع درس جديد من دورة فيجوال بيزك 2012-2010 تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. هناخد درسنا النهاردة يا إخوانا إن شاء الله شروط تسمية الصب. شروط تسمية إيه يا إخوانا؟ الصب نفس اللي اتقال برضو على 2012 هيتقال برضو على 2010 إلى الآن، تمام؟ طيب شروط تسمية الصب أخدنا المرة اللي فاتت إزاي نعمل الصب جوه الموديول، مفيش أي مشكلة خالص. طيب ايه هي شروط تسميه الصب؟ صلوا بينا على النبي. اول شيء ما ينفعش تبدا اسم الصب باسم محجوز. ازاي اسم محجوز؟ مش قلت لك الاسم الازرق ده حاجات محجوزه؟ فاكر لما قلت لك دي حاجات محجوزه زي رقم الاسعاف او رقم الطوارئ او رقم البوليس مثلا؟ ما ينفعش، خلاص. طيب هنا لما تيجي تعمل صب، امسح ده بقى، تمام. هنا عايزين نعمل صب جديد بقى، هقول له صب. ما ينفعش مثلا اعمل صب اسمه اند، ما ينفعش. لاحظ هيقول لك لا، تمام. حتى لو كتبت اند كتبتها كده هيقول لك لا ما ينفعش، اسم مش موجود، ريبليس ويز صب نيم، لو سمحت بدل الاسم ده، الاسم ده ما ينفعش. ما ينفعش رقم تليفونك يكون رقم تليفون مثلا ايه حاجات محجوزة، ما ينفعش. ما ينفعش يكون رقم مثلا ايه خدمة العملاء بتاع الشركة اللي انت مشترك فيها، ما ينفعش. اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى اول شيء ما يكونش اسم محجوز. طيب تمام، تعالى اهو نعملها في تكست اهو. يبقى ده شروط تسمية الايه الاجراء اللي هو ايه الصب. يبقى اول حاجة تعال نكبرها، نقول ما 16 اهو، الا يكون اسما محجوزا، تمام. اتفقنا يا اخواننا؟ طيب النقطة التانية تعالى، يبقى واحدة هنا وواحدة هنا. ما ينفعش اقول له هنا مثلا صب بيبتدي برقم، اقول له مثلا 3 او 5 احمد، خطا. ما ينفعش يبتدي برقم، ما ينفعش. يبقى تمام، ممكن تحط رقم بعد تاني حرف، اهلا وسهلا ماشي، بعد هنا في الاخر ماشي، اهلا وسهلا في اي حته بقى، بس ما عدا لا يبتدئ بايه برقم، اسف برقم، الا يبتدئ بايه، يبتدئ ايه برقم، تمام يا اخوانا. يبقى النقطه الثانيه الا يبتدئ بايه برقم. تعالى في 2012 انا ببدل بس ايه، بغير بحيث يكون خدنا هنا وهنا. طيب يبقى احنا قلنا ما يكونش اسم محجوز، تاني حاجه ما يبداش ايه برقم، تالت حاجه ما يكونش فيه مسافات. ما ينفعش مثلا اقول له مثلا ايه عندي صب اسمه احمد الزيني، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش هنا يحتوي على مسافات. خلاص عايز تستخدم المسافات تستخدم اندرسكور، اندر سكور اللي هو شيفت واندر سكور او شيفت والداش، شيفت وشرطه، تمام يا اخوانا؟ اتفقنا؟ يبقى اندر ايه؟ اندر سكور، ما ينفعش كده. خلاص يبقى اهو الا 3 الا يحتوي على مسافات. طيب تمام، ها رقم 4 نعملها في 2010. يبقى قلنا مسافات وفي نفس الوقت ما يحتويش على رموز خاصه. يعني ازاي؟ ايه الرموز الخاصه؟ الرموز الخاصه شفت الارقام اللي فوق، مش الارقام اللي على الجنب، مش الارقام اللي بتاع الايه المحاسبين، لا الارقام اللي فوق هتلاقي فيه يقول لك ايه علامه تعجب. لو قلت له مثلا احمد وعلامه تعجب، تمام، يقول لك خطا، في عندي هنا الرمز ده عامل لي مشكله، شيله يا جدع، تمام. يبقى هنا ما ينفعش استخدم ايه كل الرموز اللي فوق دي اللي هو من اول الزال ده، تمام، الى إيه نهايته خالص اللي هو الايه اللي هو ده، تمام يا اخوانا. ما ينفعش استخدم دول اللي هم دول من الاخر اهو، هكتبهم بستخدم الشيفت والحاجات اللي فوق، كل دول وده كمان معاهم وده، تمام.
خلاص كده. لا اندر سكول ده ينفع، ده كده ينفع، الشرطه دي ما تنفعش. اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى كل دول ما ينفعش حتى مش يبتدي بيهم، حتى ما ينفعش يتضمن عليهم. واحد يقول لي ليه؟ هقول لك ليه يا سيدي. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا في الرياضه، مش احنا لما بنقول له مثلا، مثلا يعني بقول له مثلا ايه 5 ناقص 5 او 5 ناقص 3 اكيد هيساوي 2 صح؟ في مشكله في كده؟ لا. طيب سيبك من الخطا ده، مش شرط. طب لما اقول له هنا مثلا احمد شرطه علي، تمام؟ او مثلا اهو احمد شرطه الزين، بحيث الاسم كامل. في مشكله في كده؟ قال لك اه في مشكله. ايه اللي يضمنني دي اللي هي مش علامه الطرح؟ ايه اللي يضمنني؟ فتظهر عندك هنا مشكله. حتى لو كتبت العلامه دي، ايه اللي يضمنني اللي دي مش علامه زائد، اللي علامه الجمع؟ ما ينفعش، يبقى لازم تستخدم هنا فواصل الاندر سكور، تمام؟ يبقى فضل انت عايز تكتب مسافه اكتب الاندر سكور، مفيش اي مشكله خالص. ها تمام. يبقى احنا قلنا ايه؟ الا اهو، يبقى هنا مسافات اهو يستخدم بدلا منها الايه؟ اندر سكور، اللي هو الايه؟ الاندر سكور ده يستخدم كده اهو 4 الا يحتوي على احرف خاصه، اللي هي ايه؟ قلنا الاحرف دي يا اخوانا اهو، اللي هي دي كلها، تمام؟ دي الاحرف الايه؟ الخاصه، تمام؟ طبعا ده لازم يكون انجليزي. الاوفر رايت اه صح، تمام؟ ما يكونش بيحتوي على اسم موجود قبل كده، تعالى في 2012 بقى، تمام؟ طيب 2012 ازاي؟ اسف بيحتوي على اسم ازاي؟ انت كتبت مثلا احمد قبل كده، خلاص؟ لما تيجي تعمل مثلا اسم صب اسمه احمد تاني، تمام؟ تحت هنا لاحظ هيقول لك لا، انت عندك اتنين، لاحظ بابليك صب احمد اللي اسمه صب اللي اسمه احمد هاز مالتيبلي ديفينيشن ويز انديكال سينجتشرز، الاثنين بيحتووا على نفس الايه يا اخوانا؟ اللي هو نفس الاسم بس ما فيش تعريف مختلف. ايه ده؟ هو ممكن يبقى فيه تعريف مختلف؟ ممكن يبقى يقبل نفس الاسم؟ اه ممكن يقبل نفس الاسم، ممكن يقبل نفس الاسم في حاجه بعد كده اسمها الايه؟ الاوفر رايت. يعني مثلا قلت له مثلا ايه ديم مثلا الاكس مثلا از سترينج، سيبك من اللي انا كتبته ده، لاحظ كده اتشال، تمام؟ اهو الاكس از سترينج كده اتشال، مفيش مشكله خالص. البارامتر ده يختلف عند زي ما هنتكلم بعد كده على حاجه اسمها الاوفر رايت، تمام؟ اوفر ايه؟ الاوفر رايت ان شاء الله. طيب لكن لا، اذا نفس الشكل ما ينفعش، يعني احمد قوس وتقفل القوس ما ينفعش، وهنا احمد قوس وتقفل القوس ما ينفعش. ليه؟ الاسم مكرر. لك تقول له مثلا هنا احمد واحد وكل هنا احمد بس عادي، اهلا وسهلا. اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى كده بفضل الله عرفنا شروط تسميه الصب رقم 6 اهو، الا يكون اسما، الا ياخذ اهو اسم صب محجوز او ايه مكتوب قبل ذلك، ويكون له نفس المعاملات. ايه هي المعاملات؟ اللي بين الاقواس، اللي بين الايه؟ الاقواس. زي ما قلت لك قبل كده اهو، لو عملنا تراجع قلت لك هنا ايه؟ واحد اسمه احمد، هو اسمه احمد في خطا، لكن لو قلت له هنا مثلا انت بتاخد بارامتر اسمه اكس من نوع سترنج، ايه البارامتر اسمه اكس من نوع سترنج؟ لا دي حاجه بس بعد كده ناخدها، مفيش مش هتحصل في مشكله اهو، مفيش مشكله خالص. انا عندي اتنين اسمهم احمد اه، بس واحد مختلف عن واحد. طب لو خدت ده كده حطيته هنا، لا يبقى فينا خطا، هما الاتنين نفس الايه؟ البارامتر، نفس المعامل. ايه هو البارامتر والمعامل؟ اللي هو بين الاقواس، هنتكلم عنهم ان شاء الله فيما بعد. خلاص اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى دي شروط تسميه الايه يا اخوانا؟ الصب. خلي بالك بقى لما نيجي نعمل الموديول ان شاء الله، هو اللي هيتقال على الصب هيتقال على الموديول، هو اللي يتقال على الصب
شروط تسمية الصب هي هتكون شروط تسمية الموديول، هي هتكون شروط تسمية الايه الموديول. طيب بس في نقطة بقى عايز اذكرها، انا هعمل موديول، بعمل موديول تحت الموديول، اقول له هنا موديول تمام، اقول له مثلا احمد، عندي موديول اسمه احمد تمام، عندي صب اسمه احمد. في مشكلة في كده؟ واحد يقول لك اهو والبرامتر مختلف، اقول لك حتى لو شلت ده مفيش اي مشكلة. ليه؟ اصل ده الاسم هنا الطالب اللي اسمه احمد في فصل، ده فصل وده فصل، فانت ممكن ده براحته عادي وده براحته، ده اسمه احمد واحمد. لكن لو طلعت ده فوق هيقول لك لا استناني، ما ينفعش اتنين في نفس الفصل باسم واحد، ما ينفعش. ها اتنين في نفس الفصل باسم واحد، ما ود ده فصل تاني، لا اما تديله ايه تغير اسمه او تديله بارامتر مختلف. اتفقنا؟ تمام. يبقى كده بفضل الله اخدنا شروط تسميه الايه الصب، هي هتنطبق على شروط تسميه الموديول، لان احنا ان شاء الله الدرس القادم هناخد ايه يعني ايه تسميه الموديول، او نعمل موديول جديد ان شاء الله. اسف الاطاله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.